أهلا بكم. رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قيد اللاعبين فهد العنزي ومحمد راشد في قائمة المنتخب الكويتي في بطولة كأس آسيا، حيث اعتبر أوراق اللاعبين غير مكتملة بعد أن تم إرسال بطاقة مدنية وجواز سفر كويتي لكل لاعب. أنا صراحة شخصيا ما أشوف أن في هناك أي مشكلة بين الاتحاد الآسيوي والاتحاد الكويتي في هذه النقطة، يعني الجميع متفق والجميع عارف أن اللاعبين الذين يمثلون المنتخبات يجب أن يتمتعون بالجنسية الوطنية لأي منتخب، فلذلك الاتحاد الآسيوي طلب من الاتحاد الكويتي تعديل أوضاع هؤلاء اللاعبين، وأعتقد أن وفق اللوائح يعني هؤلاء اللاعبين لاعبين صراحة يرغب الجمهور الآسيوي في رؤيتهم لاعبين أساسيين في المنتخب الكويتي، فلذلك كل اللي على الاخوان الكويتيين ان يمنحوهم الجنسيه، وهالجنسيه يعني انا اعتقد انها حق مشروع سيادي للدوله ان تمنحها في اي وقت تشاء، فمتى ما ان شاء الله منحت الجنسيه الكامله للاعبين انا اعتقد ان الكره الاسيويه ستتشرف بها. واحنا نتكلم عن كاس اسيا، كيف سوف تتعاملون مع قرار الاتحاد الاسيوي حول مشاركه او عدم مشاركه فهد العنز اللي هو أميز لاعب في المنتخب الكويتي في خليجي 20، وهناك مهلة حتى يوم 28؟ احنا في صدد الآن ان نشوف إجراءاتنا المحلية داخل الكويت بالنسبة لتكملة أهلية اللاعب حسب شروط الاتحاد الآسيوي، وبكرة هو آخر يوم. الأمر الثاني اللي هو احنا في صدد اتخاذ إجراءاتنا القانونية بالنسبة لهذا القرار، وقاعد ندرسه مع محامينا في الكاس، محكمة الكاس، نتجه لمحكمة الكاس. عندك وقت لهالموضوع؟ مو مهم عندي وقت، عندي وقت أنا للمبدأ. المبدأ رقم ثلاثة اللي هو إجابة على هذا السؤال، منتخب الكويت في من حضر؟ ما عندنا لاعب كبير ولاعب مهم، كلهم لاعبين مهمين، في من حضر، والخيرة فيما يختاره الله سبحانه وتعالى. فنحن سنذهب بهال 26 لاعب اللي راحوا الخليج أو ب 26 لاعب غيرهم، الخيرة فيما يختاره الله، ونحن مؤمنين بأن الله سبحانه وتعالى يسخر الأمور إن شاء الله لما فيه خير ومصلحة عيالنا. لا ممكن العنزي ومحمد راشد ما يلعبون؟ ممكن، من الطبيعي يعني الآن 90% ما راح يلعبون. 90% ما راح يلعبون؟ نعم. لما كلمتك عن 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 فهد ومحمد راشد كأنك يائس من الموضوع، كأنه خلاص. لا ماني يائس، أنا قاعد أقول لك أنا رجل أتعامل بالواقع.